الكاتب العام للعمالة في قطاعات سيدي عثمان، السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سقاط، السيد رئيس محمد نجيب عمور رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء. اليوم احتفلنا بالوليدات اللي توفقوا في الشهادة ديال البكالوريا. هاد الوليدات تنعرفوا الظروف الصعبة اللي عاشوها وداروا مجهود وحصلوا على هاد الشهادة اللي هي مهمة في الحياة ديالهم الدراسية. مجلس عمالة ديال الدار البيضاء يعني منذ 2016 وضع في البرنامج ديالو الدعم ديال هذه الفئه هذه والمواكبه ديالها. فعلا اليوم احتفلنا بنسختين، الفوج ديال 2020 والفوج ديال 2021، ودعمناهم باش ان شاء الله يعني يولجوا يعني الجامعات والمؤسسات التعليميه العاليه باش ان شاء الله يستمروا في المسار ديالهم الدراسي الجامعي وينجحوا فيه باذن الله. وهي مناسبة كذلك باش في حق العمل اللي تقوم به هذه الجمعيات، وخصوصا الجمعية اللي استضافتنا اليوم اللي هي الجمعية ديال الخيرية ديال مولاي رشيد، على المجهود اللي تقوم به فعلا والنتائج اللي حصلوا عليها هذه الوليدات اللي الحمد لله كذا عندنا معدلات مرتفعة ما يزيد على 17، أكثر من 17 على 20، وهذا دليل ان دل على شيء، ان دل على ان هاد الوليدات يستحقوا كل الدعم وكل التنويه. شكرا. سلام، اسم كامل اكرام ادعزي، طالبه بجمعيه دار الطالبه. تحصلت على بكالوريا اداب بمعدل بميزه حسن جدا بمعدل 16، وطبعت الحال كان المجهود طبعا مجهود لينا حنا اللي درنا واحد المجهود باش نحفظوا باش نبريباريو لهذا الباك، وطبعا حتى كنقولوا حتى المجهود ديال دار الطالبه، الاطر ديالها، المديره، يعني جميع اطر واعضاء ديال الجمعيه اللي سهروا على يعني على الدراسه ديالنا وعلى التفوق ديالنا. وكنبغي نشكرهم بزاف، وكنشكر الوالدين ديالنا اللي دعمونا بزاف نفسيا ومعنويا وماديا. وهادشي اللي كاين. الاسم مروان ايت ازلماط. النقطه اللي نجحت بها في البكالوريا 15.35 في المعدل العام. كنبغي نشكر هذا المجلس ديال العماله على هذا الحفل، على هذا الحفل ديال التتويج، وبغي نشكر الزملاء ديالي حتى هما، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله في المسار الدراسي. سميتي انس اليونسي، عندي 17 سنه، حاصل على شهاده البكالوريا بمعدل 16.06 ومزيد في مدينه الدار البيضاء. كنوجه الشكر للجميع الأساتذة والمؤطرين واللي ساندونا واللي وفروا لنا جميع الإمكانيات باش نخدموا وباش نخدموا ونتعبروا ونجيبوا هذه النقطة. وكنشكر أيضا الوالدين وخصوصا الوالدة ديالي اللي عاونتني باش جبت هذا المعدل. الاسم الكامل هاجر سعد، خديت الباك ديالي هذا العام مونسيون تري بيان، فريمون كنت فرحانه بزاف، وكنبغي نشكر دار الطالبه بزاف حيت سانداتنا وعاوناتنا ما خلاتش من جهده الصراحه بليكور وسورتو هاد العام ما كناش كنقراو يعني السويع ديالنا كاملين في ليكول، يعني كان خصنا حنا نديرو مجهودنا باش نجيبو نقاط مزيانين اللي يرضيونا ويرضيو والدينا. كنبغي نقول التلاميذ كاملين يعني اللي شاهدين على الباك انهم يخدموا مزيان ان شاء الله ويديروا كل ما في جهدهم، وربي سبحانه وتعالى راه ما يخيبهمش. اي فوالا 17.74. ميرسي بوك، شكرا. أيها الحضور الكريم، وهنيئا للتلاميذ والتلميذات، وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.